هنيئا لنا كمغاربة اولا. من طبيعة الحال هذا الإقرار هذا كيهمنا احنا كشعب مغربي. بالفعل جاء متأخر ولكن ماشي إشكال، لانه وقت ما كنقولوا وقت ما جات الفرحه مرحبا بها. هذا مطلب من بين المطالب اللي رفعتها الحركه الامازيغيه سنوات هذه، وحنا كهيئه شباب تمسنا كنا مواكبين على النضال على هذا المطلب هذا قدام قبه ديال البرلمان في الشارع العام في الفضاء العام، وكان مطلب اساسي واليوم تحقق. اذا غيكون هذا المطلب هذا حافز على انه باش نفكو بجديه في اعاده كتابه التاريخ الوطني، على اعتبار انه هذه المساله ديال الاقرار كتاكد ان العراقه ديال الامازيغيه في البلد ديالنا المغرب اللي كتمتد لالاف السنين ماشي 14 قرن او مده في هذه الحدود. هذا السلام عليكم، انا كمواطنه مغربيه هذا القرار كان قرار صائب، لان احنا كاملين مغاربه. وبالنسبه لراس السنه يعني كيف ما كاين راس السنه الميلاديه راس السنه الهجريه راس السنه الامازيغيه، لان اصلا الامازيغ راه هما عندهم التاريخ ديالهم وعندهم الجذور ديالهم. علاش هاد احتفال براس السنه هو اعتراف بهم بعدا كاشخاص موجودين بحالهم بحال اي شخص اي مغربي، وانه تثمين للجهودات الدوليه واننا احنا كاملين شعب واحد. شكرا. وهذه المناسبه زعما كنهنئ الشعب الامازيغي يعني في شمال افريقيا وفي المغرب خصوصا، وهذه المناسبه كتاكد الحرص ديال صاحب الجلاله على احترام يعني مبادئ الدستور اللي كتمثل على التعدديه وعلى التعدديه الثقافيه والحضاريه والفكريه. وكنأكد ان هذه المناسبه غتكون يعني غتدخل على الامازيغ كاملين في شمال افريقيا خصوصا في المغرب، تكون مناسبة اللي تخلينا نحسوا بالانتماء أكثر لهذا الوطن اللي عنده تاريخ عريق. وهذه المناسبة أيضا غتخلينا نزيدوا نقلبوا على حقوق ثقافية وحقوق فكرية أكثر لهذا الشعب المغربي. وكنهنئ الشعب الأمازيغي بهذا الحدث التاريخي وشكرا. إذا الأمازيغية اليوم في المغرب كتشهد واحد 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 الانطلاقه باش انه نعطيو التاريخ ديالنا ما يستحق، واننا تكون عندنا مواطنه حقيقيه نمتاز بها على بقيه الشعوب الاخرى. قرار صاحب الجلاله بالسنه الامازيغيه كيوم عطله هو قرار كان صائب اللي كان من المطلب ديال الامازيغ المغاربه منذ القدم. الامازيغ كيتعتبروا سكان المغرب الاولون، هما اقدم انسان كان او اقدم مغربي. هذا القرار هذا مثل الفئه ديال الامازيغ المغاربه واحد الفرحه واحد البهجه، لانهم حتى هما غيكون عندهم واحد الاعتبار بانه هذاك اليوم غيحسوا براسهم انهم فرحانين، كيحتفلوا كباقي الايام كباقي العطل، غيحتفلوا على خاطرهم، غيفرحوا على عطلهم على خاطرهم، على عكس السنوات الفارطه.